السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مؤثر من المؤثرات الجميلة في برنامج اليومن، ألا هو إن أنا عايز المشهد يبدأ فاضي في الانتريور ديزاين بتاعي، وبعد كده تبدأ الحاجات دي تنزل وتظهر معايا واحدة واحدة. طيب هعمل إيه؟ هدخل هنا في الموفي، تمام، وأجي أظبط الكاميرا، ممكن حتى أبدأ مشهد جديد أهوت، تمام، هاخد لقطة، وممكن تبقى في مكانك أو تحرك الكاميرا حاجة بسيطة بالشكل دوت، وتاخد لقطة كمان، وبعد كده هقول له موافق، وهقول له أنا عايز مؤثر أنيميشن سكاي دروب، تمام. بيبدأ بقى يقول لك اختار العناصر اللي أنت عايزها، تمام. فأنت لازم تتأكد إن أنت مختار العناصر صح، يعني مثلا الترابيزة ديت أهيت، الترابيزة دي المفروض بقى لما تيجي هنا يبدأ يديها لون، تعرف إن أنت مختار صح، تمام. ممكن تختار مثلا الترابيزة ديت وتختار العناصر اللي عليها ديت، تمام، اهو اهو. وممكن مثلا نختار النجفة، خلي بالك ان في اكتر من نقطة، فانت لازم تختار الحاجة مظبوطة، تمام اهوت. طيب دلوقتي هقول له موافق، وزي ما انت شايف كل حاجة هنختارناها اختفت. بعد كده لما تبدأ تشغل الفيديو بتاعك لسه مفيش حاجة فيهم ظهرت، فانت بتقول له الديوريشن بتاع الوقت اللي بيتحمل فيه، تمام، والاوفست هنخليها من اول الفيديو، شايف الاوفست ده ظهرت اهيت. السبيسنج بين كل واحدة واحدة ممكن نكبرها شوية، فتبدأ العناصر كلها تظهر اثناء الفيديو بتاعك اهوت. بص واحدة واحدة كل العناصر ظهرت اهيت. الديوريشن المفروض الحاجات دي تاخد كام ثانية، هو احنا الفيديو بتاعنا اصلا يعني صغير خالص، فلازم تبقى حريص ان كل حاجة تنزل قبل ما الفيديو يكون خلصان. الاوفست ممكن في اول الفيديو خالص، هنخليه في اخره، اه من اول ما يبدأ الفيديو يبدأ يظهر معانا العناصر كلها، فبتدي مؤثر شكله جميل. يعني ممكن حتى نشوف الموضوع دوت في مشهد تاني، ممكن مثلا نخرج بره المشهد، نيجي هنا ونقول له ريكورد، ونخرج مثلا لهنا، ناخد مثلا لقطة اتنين، تمام، وبعد كده هقول له اوكي، وبعد كده هقول له ان انا عايز السكاي دروب، وتبدأ بقى تختار العناصر اللي انت عايزها اهوت. اخترنا الترابيزة ديت، واخترنا الكرسي دوت، اخترنا الكرسي دوت، واخترنا الكرسي دوت، وبرده ممكن نختار الزرع دوت اهو، واقول له اوكي. اوفست هنخليها من اول الفيديو، المدة هنخليها قصيرة عشان تبدأ تظهر معايا، تمام. السبيسنج اللي بينهم تبدأ تظهر بالشكل ده.